يا رسول الله، إن ملك الموت بالباب يستأذن أن يدخل إليه وما استأذن على أحد من قبلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له يا جبريل. فدخل ملك الموت فقال: السلام عليك يا رسول الله، أرسلني الله سبحانه وتعالى إلى أن أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فخرجت على الرجال في المسجد وقلت لهم: مات رسول الله، مات رسول الله. فانفجر المسجد بالبكاء. فهذا علي بن أبي طالب أقعد فلم يقدر أن يتحرك، وهذا عثمان بن عفان الصبي يؤخذ بيده يمنى ويسرى، وهذا عمر بن الخطاب أخرج سيفه وقال: من قال أن محمدا قد مات قطعت رأسه. إن محمدا لم يمت.